السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صغاري اشتقت إليكم. نبدأ درس اليوم. من يذكرني بعنوان حكايتنا؟ معلمتي دمية وسيارة. أحسنت بني. غادة ومروان. جيد. الآن الزمان. عودة الأب من السفر. الزمن هو عودة الأب من السفر وقت رجوعه. المكان البيت معلمتي، بيت مروان وغادة. جيد. عندنا الشخصيات هي مروان، غادة والأب. جيد. تحكي الحكاية معلمتي. عودة الأب من السفر. نعم، عاد الأب من السفر يحمل الهدايا. جيد. الأب أحضر سيارة لمروان ودنيا لغادة. مروان يلعب بسيارته وغادة تلعب بدميتها. أحسنتم. الآن صغاري لنلاحظ جيدا. لنلاحظ الصور. لاحظوا معي لننطلق من الحكاية. كنا نتحدث عن غادة ومروان، وهذه الصور هي لغادة ومروان. الصورة الأولى، نعم، تناول مروان السيارة. جيد. الصورة الثانية، تتفحص غادة الدمية. أحسنتم. الصورة الثالثة، أخذ مروان جهاز التحكم عن بعد. جيد. اليوم سنتعرف أسلوب جديد للأشياء. نستعمل ماذا معلمتي؟ جيد. فماذا للأشياء؟ لأننا سطرنا على السيارة، الدمية، وأيضا جهاز التحكم عن بعد. اليوم سنتعرف أسلوب جديد للأشياء أيضا، فنقول لاحظوا معي، فنقول ما الذي تناوله مروان؟ ولا ننسى علامة الاستفهام. إذن الأسلوب الجديد هو ما الذي، هو ما الذي، ونضيف الهاء في الكلمة التي تليه. ما الذي تناوله مروان؟ الجملة الثانية، سطرنا على الدمية، يكون الجواب هو ما الذي تتفحصه غادة، ولا ننسى علامة الاستفهام. الجملة الأخيرة، أخذ مروان جهاز التحكم عن بعد، فنقول نعم، مهلة للتفكير. ما الذي
أخذه مروان. جيد صغاري، تمرنوا على هذا التمرين في المنزل، تمرنا عليه شفاهيا، تمرنوا عليه كتابيا على دفتر الواجبات. فالأسلوب الجديد الذي تعرفنا عليه اليوم هو ما الذي، هو ما الذي. أدخلوا كان، صار، ليس على الجملة. الجملة الأولى شفيق غائب. الجملة الثانية اللاعب ماهر. أخيرا البيت واسع. لنلاحظ الجملة الأولى شفيق غائب. سنحاول أن ندخل كان أو صار أو ليس على هذه الجملة، فنقول إذن مثلا كان شفيق. التغيير هو أن الكلمة الثانية تصبح على هذا الشكل غائبا، أي أننا نضرب الضمتين ونضع مكانها الفتحتين. لأن الكلمة الثانية يتغير أو تتغير الحركة من الضمتين إلى الفتحتين. حاولوا إنجاز هذا على اللوحة. الجملة الثانية اللاعب ماهر. بسرعة لننجز نفس العملية. أحسنت صغيري، نقول صار اللاعب ماهرا. جيد أحسنت. الجملة الثالثة البيت واسع. نقول أحسنتي، ليس البيت واسع عن. جيد. إذن القاعدة تقول إذا دخلت كان أو صار أو ليس على الجملة فنحن نضرب الضمتين ونضع مكانها الفتحتين في الكلمة الثانية. كان شفيق غائبا، صار اللاعب ماهرا، ليس البيت واسعا. جيد. إذن حاولوا إعادة إنجاز هذا التمرين أيضا في المنزل. أدخلوا كانت، صارت، ليست على الجمل. تعرفنا سابقا على كان، صار، ليس. الآن سنضيف التاء لأن الكلام أو الجملة تدل على أو الجملة تدل على المؤنث، فنقول الساحة كبيرة، البنت مهذبة، الحجرة ضيقة. لاحظوا معي الساحة كبيرة، فنقول مهلة للتفكير. جيد. صارت الساحة، التغيير، كبيرة، تن، نضيف الفتحتين. نفس ما شرحناه في الحصة السابقة أو في التمرين الأول، أن كبيرة نضرب الضمتين ونضع مكانها الفتحتين، وأضفنا التاء لأن الكلام هنا والجملة يدل على المؤنث. وانتبهوا، قلت صارت وليس صارت لأن لدينا الألف واللام أمامها. انتبهوا الآن الجملة الثانية، البنت مهذبة. نفس ننجز على الألواح. مهلة للإنجاز. نعم جيد. كانت البنت مهذبة. أحسنت، مهذبة. ضربنا الضمتين وضعنا الفتحتين في الكلمة الثانية. الآن الحجرة ضيقة. لننجز نقول ليست الحجرة ضيقة. إذن نفس القاعدة، إذا دخلت كانت أو صارت أو ليست على الجملة فهي تضرب الضمتين ونضع مكانها الفتحتين في الكلمة الثانية. الساحة كبيرة، صارت الساحة كبيرة، البنت مهذبة، كانت البنت مهذبة، الحجرة ضيقة،
ليست الحجرة ضيقة. صغاري، أعيدوا أيضاً إنجاز هذا التمرين لكي تتمكنوا أكثر من هذا الأسلوب. أحول. أنتما، نحن، هم. أنت ركبت دراجتك. على الألواح صغاري ينجز أنتما. أنت ركبت دراجتك. أنتما. نعم، مهلة للإيجاز. أحسنتم. أنتما ركبتما دراجتكما. جيد. الآن نحن. على الألواح دائما نقول نعم. أحسنتي صغيرتي، ركبنا دراجتنا. نحن ركبنا دراجتنا. جيد. أخيرا هم. على الألواح دائما أحسنتي. جيد. ركبوا دراجتهم. جيد. أنت ركبت دراجتك. أنتما ركبتما دراجتكما. نحن ركبنا دراجتنا. هم ركبوا دراجتهم. صغاري، أنجزنا أنت، أنتما، نحن، هم. حاولوا إتمام هذا التحويل مع الضمائر الأخرى. أنت، هو، هي، أنتما، هما، هن، وأنتم، وأنتن. تمرنوا على الألواح ثم حاولوا إنجازه كتابيا. إلى هنا أقول لكم صغاري إلى اللقاء.